أستاذ غسان وكذلك أستاذ نواف، الساحة السورية تشهد الكثير من التحركات الآن. إعلام سوري، الجيش ما زال في مواقعه الأساسية في محافظة السويداء، وكذلك الجيش يفرض طوقا أمنيا حول مدينة درعا. إذن هذه الأخبار تردنا عاجلة مشاهدينا. وقبل قليل لا صحة للأنباء المتداولة بشأن وجود الرئيس الأسد في إيران. أستاذ نواف، من سيقود الحوار بين هيئة تحرير الشام وقسد؟ من هو الراعي؟ مساء الخير لك والمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني الآن هناك حوار مع هذه المجموعات فيما يتعلق ببقاء أكثر من 250 ألف كردي في أحياء حلب الشيخ مسعود والأشرفية، وكذلك يعني فيما يتعلق بتأمين خروج عامل لمن تبقى من مهجري مخيم الشابة وتل رفعت. المسألة الآن يعني ليس هناك أي شيء يستدعي الحوار المباشر، لكن إذا حدث تطورات تأكيد ربما يكون أي جانب غربي أو سوري أو حتى بدون وسطاء، يعني يمكن على الأرض السورية أن يكون هناك لقاء في منطقة معينة. قائد قوات سوريا الديمقراطية دعا الحوار مع الحكومة السورية والحكومة التركية ومختلف الأطراف ومن بينهم جبهة النصر أو هيئة تحرير الشام. طيب، ما مصلحته الآن بهذا الحوار مظلوم عبدي؟ يعني مطلوب منه أن يأتي بهكذا تصريح باعتبار أن هيئة تحرير الشام كذلك لم تكن على أو كان بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية ما صنع الحداد. أستاذ نواف، يعني مختلف الأطراف بينهم ما صنع الحداد. يعني قبل فترة قصيرة من بدأ هذا الهجوم الواسع على قوات السورية كانت هناك اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وغيره من الفصائل. بالنسبة للعداء، يعني مسألة تعاطي الحكومة السورية مع قوات قسد وتعاطي قسد مع الجيش السوري مختلف. يعني ما من هجوم من كلا الطرفين على بعضهما البعض، لذلك سألتك بين هيئة تحرير الشام وقسد العداء. حينما تصبح هيئة تحرير الشام في مدينة تضم 250 كردي، حينما تكون هيئة تحرير الشام تسيطر على مناطق واسعة داخل الأراضي السورية، الأمر الطبيعي أن يكون هناك استعداد للتحاور معهم ومع غيرهم من المجموعات السياسية والعسكرية. وكما قلت، الطرف الأكثر يعني عداء للكرد كدولة هي تركيا. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال نحن على استعداد للحوار مع الحكومة التركية التي تحتل الكثير من الأرض السورية. طيب، والمدن الكردية كعفرين ورأس العين. طيب أستاذ غسان، الآن سيناريو مستقبل سوريا أين؟ يعني الناس تريد أن تعرف، يعني تحشيدات بعدها انسحاب بعدها سيطرة، ماذا بعد؟ تحياتي لك أستاذ حسين. أهلا وسهلا. سؤال كبير تسألني إياه، ولكن أنا أقول لك يعني بشكل عام، حتى الآن يعني ما زال الوضع تحت سيطرة الجيش. يعني كما قلت أنت بأن الرئيس يتابع يعني المعارك العسكرية، وبأن سوريا يعني ترى بأن هناك مصدر سوريا. أنا لم أقل مصدر سوري يقول بأن الرئيس هو يتابع العمليات العسكرية، ونحن نورد الخبر تماما. يعني الموضوع أستاذ حسين يعني بأن الرئيس الأسد والدولة السورية ترى بأن يعني هناك عدوان شن عليها، وهناك غدر غدرت به من يعني طرف تركي، وهذا الطرف هي ترى بأنه كان له البعد الأكبر في ما حدث في سوريا، وأن يعني تركيا تدخلت في سوريا منذ اليوم الأول. وحتى يعني الغدر من تركيا أو من إيران؟ لا الغدر من تركيا طبعا، يعني الغدر من تركيا باعتبار أن العلاقات السورية تركية كانت جيدة وممتازة، وكان الرئيس أردوغان يعني يتعشى ويتغدى في دمشق وحلب، وكان على علاقة جيدة مع الرئيس الأسد. ولكن عندما بدأت الأحداث، أنت تتحدث يعني عن حقبة تاريخية قبل ما 2011 أستاذ غسان. أنا أريد الآن، يعني الآن الروس الإيرانيون أين هم مما يجري في سوريا إذا كانوا حلفاء؟
الغدر الغدر استاذ حسين حدث من تركيا بمسار الستانة. يعني لم تكن، يعني امس كنت استمع الى جيفري ساكس على السي ان ان، وبامكانك ان تشاهد جيفري ساكس يعني ماذا تحدث. قال بان تركيا غدرت بسوريا، وان هذا العدوان هو تقوم به تركيا واسرائيل والولايات المتحده. ويعني المقابله طويله، ولكن يؤكد ولكن الكلام مسار الذي أستانا يا استاذ غسان يعني هو مسار من أجل التعديل الدستوري ومناقشة دستور سوريا. إذا كان كل بند من هذا الدستور والعملية السياسية، إذا كان كل بند من هذا الدستور يحتاج إلى سنتين لمناقشته، بعد 100 عام سيكون الدستور السوري يعني نفس الحكومة طويل. قلت لك سابقا في هذا الموضوع، بس لكمل لك الفكرة. تفضل. الستانة أنا أقصد بمسار الستانة هو مسار وقف التصعيد، يعني مسار وقف التصعيد الذي كان اتفق عليه بين روسيا إيران سوريا. وكان أردوغان نفسه يقول أننا وصلنا إلى مرحلة منعنا القتال بين الحكومة والمعارضة، هو يقول المعارضة، ويعني وصلنا إلى مرحلة بأننا على الأقل يعني أوقفنا التصعيد. ماذا يقول جيفري ساكس؟ بأن روسيا تفاجأت بانقلاب أردوغان، وأيضا إيران تفاجأت بانقلاب أردوغان، وسوريا كانت تتوقع انقلاب أردوغان. وكنا نلاحظ نتحدث أنا وأنت أكثر من مرة في هذا عفوا في هذا الموضوع. مرة قلت لي قلت لك هل تريد رأي الشخصي؟ قلت لي تفضل. طيب. قل رأيك بكل صراحة. قلت لك أردوغان لا يريد الانسحاب من سوريا، وأردوغان سيغدر بسوريا. طيب. وسيحدث هذا السيناريو. وأنا أقول لك اليوم لو كان أردوغان فعلا يريد السلام مع سوريا. طيب. لقال أنا أريد الانسحاب. طيب. أنا من أدخلت أردوغان إلى سوريا، أنا من تناولت معه إفطارات الفول عند أبو عبد الفوال في حلب يا أستاذ غسان. قلت لك كانت العلاقات السورية التركية. طيب. في أفضل حالاتها 40 اتفاقية. طيب. وكان السوري يذهب إلى اسطنبول دون تأشيرة. طيب. طيب. وكان هناك اتفاقية أيضا.